اهتم البشر منذ القدم بالطيران، وظهرت الأساطير الكثيرة في مختلف الحضارات. كان أول من صمم تصاميم الطيران لكن دون تطبيق فعلي في بداية القرن السادس عشر العالم الإيطالي ليوناردو دافينشي. أما أول اكتشاف للطيران في الجو عن طريق المناطيد فكان في أوائل القرن الثامن عشر عن طريق المخترعين الأخوين مونغولفي. واعتمدت تقنية المناطيد على الهواء الساخن والهالوجين كوقود، لكن بسبب العيوب الكثيرة فيها تطلع العالم إلى اكتشاف آلات أسرع ولا تنفجر بسرعة مثل المناطيد. اتجه تركيز العلماء فيما بعد على الطائرات الشراعية، وأشهر هذه المحاولات للطيران كانت للمخترع الألماني أوتو ليلينتال، فكان أول من نجح في تصميم طائرة شراعية والطيران فيها، وذلك في العام 1896. لكن هذه المحاولة كانت فاشلة بسبب عدم تحليق الطائرة إلا لخمسين متراً وسقوط العالم ووفاته بعد بضعة أيام. الطائرة عالم كبير وواسع، ولها العديد من الاستخدامات المدنية والعسكرية، ويوجد في الخدمة العديد من الطائرات الممتازة والمميزة على مختلف الأصعدة، وهذا يصعب اختيار طائرة واحدة مميزة ومفضلة عن باقي الطائرات. وتصنف الطائرات إلى طائرات مدنية وطائرات حربية، وفي كل منهما طائرات مميزة. أقوى الطائرات الحربية: ما يميز الطائرة الحربية عن غيرها من الطائرات جيل المحرك والسرعة والقدرة على المناورة والتخفي من الرادارات وتعدد المهام الهجومية أو الدفاعية فيها. ومن أقوى الطائرات الحربية رابتور F-22، طائرة حربية نفاثة تابعة للشركة الأمريكية لوكهيد مارتن، مزودة بمحركات حديثة من الجيل الخامس، تعطي الطائرة سرعة وقوة نفاثة في التحليق. تتميز المقاتلة بأنها الأسرع في العالم بسبب وجود خاصية التخفي عن الرادارات والتسلل فيها. يبلغ طول الطائرة 18 أمتار وارتفاعها عن الأرض 5 أمتار. يوجد عدد قليل من هذه الطائرات، حيث لا تتعدى عددها 200 طائرة في العالم بسبب تكلفتها الباهظة، حيث يبلغ سعر الطائرة منها 356 مليون دولار أمريكي. F-35 Lightning الثانية، طائرة حربية نفاثة تابعة للشركة الأمريكية لوكهيد مارتن، مشهورة بلقب الشبح، وتحمل لقبين آخرين هما Lightning 2 وبرق 2. مقاتلة حديثة، طورت لتحل محل طائرات الاف في الجيش الامريكي، وهي تشبه لحد كبير طائرة F-22. تتميز بسرعتها الفائقة وبخاصية الاخفاء من الرادارات، ولها مهام متعددة مثل القصف التكتيكي والدعم الميداني والجوي، حيث زودت الطائرة باحدث صواريخ الجو جو وصواريخ الارض ارض، واقصى سرعة تصل لها 1930 كيلومتر في الساعة. F-Super Hornet، طائرة حربية نفاثة تابعة للشركة العملاقة الأمريكية بوينغ بالتعاون مع شركة ماكدونيل دوغلاس، مقاتلة حربية متعددة المهام تعمل على محركين نفاثين من الجيل الرابع والنصف. تم صنع أول نسخة منها في العام 1995، ودخلت الخدمة في العام 1999 ضمن مقاتلات الجيش الأمريكي. تتميز الطائرة بسرعتها الهائلة وقدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية، وبإمكانية تزويدها بالوقود جواً، تخدم غالباً في الجيش الأمريكي، وتم بيع بعض المقاتلات منها خارج الولايات المتحدة الأمريكية لكن بشكل محدود. يوروفايتر تايفون، طائرة حربية أوروبية من إنتاج شركة إيرباص، تعاونت عدد من الدول على تصنيعها، وهي إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. تتميز بقدراتها الدفاعية الهائلة، وهي طائرة متعددة المهام وقادرة على الهجوم جو أرض. تسليحها يعتمد على الصواريخ الأوروبية، ولها القدرة على التسلح في الجو. غاس 39 غاربن، طائرة مقاتلة سويدية متعددة المهام من تصنيع شركة ساب، مزودة بمحرك نفاث يولد طاقة كبيرة قريبة من 100 كيلو نيوتن في الساعة. لدى الطائرة قدرة على إطلاق الأهداف دون وجود رادارات. تتميز الطائرة بأن وزنها خفيف وثمنها مقبول بالنسبة للطائرات الحربية الأخرى. دخلت الخدمة في العام 2000. تتميز بحجمها الصغير، حيث إنه يمكنها من الإقلاع والهبوط في أي مدرج.
وفي القائمة التالية نقدم لكم أفضل الطائرات المدنية. ما يميز الطائرات المدنية الجيدة عن غيرها من الطائرات المدنية قدرتها على تحمل الظروف الجوية وما توفره من راحة للمسافرين، بالإضافة إلى سرعتها وتوفيرها في الوقود. ومن أفضل الطائرات المدنية بوينغ 747، طائرة مدنية تابعة لشركة بوينغ الأمريكية العملاقة. بدأت تصنيع الطائرة في عام 2005، تتميز بسرعتها الكبيرة ومقدرتها على مواجهة العواصف والظروف الجوية السيئة، مما يعطيها ميزات كبيرة على الطائرات الأخرى. وهي طائرة كبيرة الحجم، صنعت لخلافة واستبدال الجيل القديم من طائرات البوينغ. تحتوي على ما يقرب من 400 مقعد، والرقم يتفاوت حسب الطلبيات من قبل شركات الطيران المشترية، وهي تتنافس بشكل كبير مع طائرة شركة ايرباص A380. ايرباص A380 طائرة تابعة لشركة ايرباص الأوروبية، تتميز بأنها أضخم طائرة مدنية في وقتنا الحالي، مما يوفر الكثير من المصاريف على شركات الطيران. استغرق تصميمها وتنفيذها عدة سنوات بمجموعة كبيرة من المهندسين. كشف عن تصميم الطائرة في العام 2005، أقلعت أول طائرة من هذا الطراز من مطار تولوز الفرنسي في حفل كبير من قبل الشركة المصنعة. تحتوي الطائرة على محركات نفاثة وعلى عدد مقاعد كبير يتراوح ما بين 544 و615 مقعداً. طول الطائرة يقارب 79.8 أمتار، وارتفاعها عن الأرض 24 متراً، وتطير بسرعة قصوى 9000 كيلومتر في الساعة. أمراير A2-195، طائرة تابعة للشركة البرازيلية الكبيرة إمبراير، وهي من أحدث الطائرات المدنية وأجملها، حيث تتميز بروعة التصميم والاهتمام الكبير براحة المسافرين. تم صنع أول طائرة في العام 2013 ودخلت في الخدمة عام 2018. طائرة متوسطة الحجم، تتسع ل 144 راكباً، تحتوي على عدد محركات أقل من الطائرات النفاثة الكبيرة، مما يتيح لها سرعة ومرونة أكبر في الجو. يبلغ طولها قرابة 41 متراً وارتفاعها 10 أمتار. الأخوان رايت وتسارع تطور الطائرات. في عام 1903 تم اختراع أول طائرة من قبل الأخوين رايت، وأطلق عليها فلاير 2، وطارت هذه الطائرة لمسافة 39 متراً لمدة 12 ثانية. ثم تسارعت وتيرة صناعة الطائرات المدنية والعسكرية أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى وقتنا الحالي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.